مش قادر اقف على رجلي. بقول لك ايه، ما تقوم تاخد صاحبك كده وتتمشى شويه تغيروا جو يعني. يلا بينا يا جلال. غير جو يا خال. يا بندق يا ابو الكباتن، هات لي اي حاجه صعب اللي بيها بيه. من عينيا يا ابو الكباتن، احلى حاجه صعب اللي ابو الكباتن عندك. ومعاهم ثلاثه عناب عشان يطروا على القلب. حلو يا معلم. يلا بينا يا جلال، يلا بينا. هو في ايه؟ ايه يا ابو الكباتن، اخبار السنيوره ايه؟ الحمد لله يا معلم. ايه ربنا نتاعها، قصدي قومها بالسلامه يعني. ابوس ايدك، امسك اعصابك، امسك تعالى. ايه على راسك دي يالا؟ ايه يا معلم في ايه؟ شكلها بطحه. يا جلال، يا جلال سيبك منه. جوز سميحة فضحنا في الحتة. في حاجة يا معلم؟ مفيش حاجة يا كابتن. ولا أقول لك أبو الشهر؟ جلال! أنت جلدت يا أنا! خلاص يا ابني بقى، كفاية. ايه سكتوا يعني؟ هتكملوا؟ مش كنتوا بتلسنوا وتتغمزوا من شوية؟ فين كلمة كل واحد اللي بترشق وتذبح زي الخنجر؟ فين الضحكة اللي بتعري اللي منكم يوم ما يقع؟ ما تردوا! خلاص؟ كل واحد حط لسانه جوا بقه لما شاف شوية دم. مبروك يا معلم، كسبت الجولة ضد أخوك، كسرت ابن حتتك وجبته الأرض، ومسكت عليه غلطة بنته. إلا الله أعلم إذا كانت غلطت ولا انضحك عليها. أنا بنتي دلوقتي بين الحياة والموت، بين ايدين ربنا، ولو ما ماتتش مره من اللي حصل لها هتموت الف مره من اللي هتقولوه عليها. كنت فاكر هتقفوا معايا تغطوها يوم ما تتعرى، مش تنهشوا لحمها. هي دي مش لحمكم برضو؟ وجعكم فيها ما يقلش عن وجعي. يا خسارة على العشرة وعلى الرجالة وعلى الناس، الناس اللي كانت قلوبها طاهرة وطيبة زي ايديها. يا ألف خسارة. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.